مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام. ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر بسبعمائة وخمسين مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود ثمانمائة وسبعين مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة، وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان. ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.